أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة لا صوت يعلو فوق صوت النهائي الإفريقي. من النهاردة لحد يوم 27 كل التركيز وكامل التركيز في 90 دقيقة الأهم في المسيرة الطويلة، الشوط الطويل اللي قطعناه لحد ما وصلنا لنهائي أفريقيا. طبعا بطمن حضراتكم كامل التركيز موجود عند اللعيبة، موجود عند الجهاز الفني، وهم فاهمين كويس قوي ان 90 دقيقة دي هي الفيصل علشان نكتب التاريخ مرة تانية، عشان نضيف بطولة لدولاب بطولات وإنجازات النادي الأهلي. إيه اللي مطلوب من الجمهور؟ إيه اللي مطلوب من حضراتكم؟ الدعم وكامل الدعم الفترة دي لكل اللعيبة، للفريق، للجهاز الفني بشكل عام. طبعا لأن دي أكتر فترة هما محتاجين فيها الدعم ده، وياريت ما يكونش في أي انتقادات أو أي تقليل من أي شخص الفترة اللي جاية، لأنه يعني إحنا شايفين قد إيه محدش مقصر. وشوفنا مباراة الإياب كانت بتلعب بالظبط زي مباراة الذهاب بنفس الروح والإصرار، وكأننا ما كسبناش مباراة الذهاب. مباراة طلائع الجيش، مباراة التتويج، كان في لعب وإصرار، وكل لاعب بيطلع 100% اللي عنده، وكأننا محتاجين الثلاث نقط دول عشان نحسم الدوري. كل الدعم طبعا لفرقتنا، وبإذن الله تكون البطولة الأفريقية التاسعة قريب بنحتفل بيها.